السلام عليكم خي مواعد. وعليكم السلام أخي أيوب، ينعم عليك أخي، تعيد الصحة والهنا، الله يرحم باك، يجازيك أخي أيوب. كيفاش كتدوزوا الأجواء ديال العيد؟ الأجواء أنايا الحمد لله بحال العائلة، بحال الخوت، مربي مع بعضياتنا، يعني كلشي عائلة، فهمتي كيف؟ والحمد لله دايما الأمور كتكون زايدة، فهمتي كيف؟ كندخلوا نديروا بعضياتنا، كلشي بحال الوالدين ديالنا، بحال عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله، باش ما كتمناو طول العمر إن شاء الله، الله يسهل على كل واحد، وكنتمناو الخير للجميع إن شاء الله. وكنتمنوا التوفيق للجمعيه ديالنا بنو عاشر، ونطلبوا من الله السداد، وان شاء الله الله يسهل على الجميع. الكبير هذا شرفتونا، الله يعطيكم الصحه. شكرا بزاف. كيفاش كدوز اجواء العيد؟ الحمد لله جد ممتعه وجد مريحه واخويه وعائليه جدا فهمتي. الحمد لله هنايا العائله حنايا مجموعين كل العيد الحمد لله كنتجمعوا ونعملوا هذه الاحتفالات هذه الحمد لله، وعلى كل استمراريه داكشي ابا عن جد، يعني ما تخليوش داكشي يموت مره. لا الحمد لله داكشي ما كيموتش نهائيا، داكشي كيبقى كيتحيا كل عام الحمد لله. الحلاوه ديال العيد الصغير وما هاد الاجواء يعني في طنجه كامله ولا على الصعيد الوطني ولا الصعيد المحلي، يعني اذا ما كانش هاد الاجواء هذه ما يكونش العيد نهائيا. شكرا بزاف، وبغيناك تبارك لنا الناس العواشر داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنبارك العيد لجميع الناس ديال الوطن، لا خارج الوطن ولا داخل الوطن، وكان بنيابه عن سكان الحي الجزائري وجمعيه بنو عاشر كنقول لجميع سكان طنجه عيد مبارك سعيد، ومرحبا بكم اخي ايوب. شكرا بزاف، كنتمنى التوفيق للجمعيه ديالنا ان شاء الله وجميع جمعيه المغرب. شكرا بزاف. دوزوا الاجواء العيد؟ الاجواء واعرين زعما، شحال نقول لك الحمد لله. الحومه هذه باقي فيها ديك الشيء قديم شحال هذه، باقي كنجددوا. الدراري الحمد لله كيتعاونوا مع بعضهم، كيعملوا هذا النفافخ وهادشي هذا كل عام هذا فهمتي، ماشي اول عام ولا، وكيحسوا ديك الجو ديال العيد والحمد لله. ما كتخليوش هادشي يموت مره. دابا الدراري اللي باقي غنقول لك شابرين في هادشي الحمد لله، يعني واحد فئه قليله تقريبا عاد تنقارض. مبروك العواشر، مغاربه كاملين، مسلمين كاملين، فلسطين كامله، الجاليه كاملين، مرحبا بكم. وهذا العام عاد تجيو وعاد تشرفونا وعاد شي رشرش الاورو. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي ايوب، تبارك الله. الله يبارك فيك اخي ايوب، عيدك مبارك. بارك الله فيك. مرحبا بك. كيفاش كدوز الاجواء ديال العيد؟ اجواء العيد عرفتي، الدراري بقوة عندها السرور، بقوة فرحانين، بقوة نشطانين. دابا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للعيدا. اخي ايوب مرحبا بك في الحومه ديالنا، خاو ديالي عيدك مبارك سعيد علينا وعليك، وتعاود ان شاء الله. مغاربه كاملين كنقول لهم عيد مبارك سعيد، وتما كتشوف الاجواء ديالنا في الحومه كيفاش عامله. اخي ايوب مرحبا بك، اليوم تفطر معنا ان شاء الله. ما فطرناش في رمضان، فطروا اليوم نفطروا مع بعضياتنا ان شاء الله. مرحبا. كيفاش كتدوز الاجواء اخي ابراهيم؟ الحمد لله نسينا، كتشوف الحومه ديالنا، كتشوف الشباب الحومه تبارك الله كيكونوا منورين، كبار الصغير كلشي فرحان الحمد لله، كلشي لاباس الحمد لله. هذه فرحه. العام اللي فات كانوا الاجواء في هذا العام حنا خالقينها دائما الصراحه، هذه الصراحه اي عام كل عام هيدا كما كتشوف دابا. وهذا العام هذاك صار نورسونا نسوم اليوم. يرحم والديك اخي ايوب. تحيه خاصه للدراري جاليات اوروبا مساكن، خصوصا الدراري اللي ما عندها شي لوراق، كنتمناو لهم ان شاء الله يعدلوا الوراق ديالهم، يجيبوا الوراق ديالهم تما بالطوموبيلات ديالهم، كنتمناو لهم عيد مبارك سعيد. تسنى لا تلقى شي طوموبيله ديالك. امين اخي امين. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. شكرا ابراهيم، بارك الله. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. الجانبي جانبي العديم جناب الصابرين جناب القوم الكافرين. اللهم صل على سيدي مولاي إدريس، وتبارك الله على مولاي السلطان وزارة ديالو 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 جيرانو واحد. ايوا كنباركوا العواشن الامه الاسلاميه كامله، ونسال الله ان يتقبل منا الصيام والقيام ويجعلنا من اهل الجنه ان شاء الله يا رب. اي مغربي مهم اي مسلم في العالم وسالم فيما كان فيما كان، كنقولوا له الله يتقبل منك الصيام والقيام ويجعلك من اهل الجنه، والله يعطيكم الجنه وشي تينكنا دبلنا الصيف. الله يعزك يعزك يا ايوب. عواش مبروكه ايوب، كنتمناو عواش مبروكه لجميع الامه الاسلاميه، ومرحبا بكم عندنا في شهر بنديبان في بوخشخش بالضبط. الله يرحم والديك. كيفاش كدوز الاجواء ديال العيد اخي محمد؟ الحمد لله، يعني هي جوج الفرحات اللي كاينه عند الصائم، يعني من هذه الفرحه ديال العيد كتكون فرحه ان شاء الله، كلشي كيكون فرحان كلشي كيكون سعيد، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى يكون كلشي فرحان كلشي كما حنايا ان شاء الله. الحمد لله. بغيناك تباركنا الناس العواشر. مبروك العواشر، تعيدوا بالصحه والهنا، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله، وهذا الشيء من عندي انا من جميع الامه الاسلاميه ان شاء الله. شكرا بزاف محمد. الله يجازيك. صفقوا لنا على محمد. شكون اللي حسن العيد، واش في اوروبا ولا في المغرب؟ لا في المغرب حاجه طبيعيه، في المغرب الوالدين الاجواء دراري الحومه تماك ما كاين لا اجواء لا والو، كاين عيد لا رمضان عيد لا رمضان لا والو. العيد هو في المغرب وفي الحومه وفي بوخشخش. شكرا. الناس ديال الغربه اللي ما حضروش العيد بغيناك تبارك لهم العواشر، وعيدكم مبارك سعيد، وكنتمناو العام اللي ماشي تعيدوا معنا ان شاء الله وفي بوخشخش وفي بوخشخش. الله يعزك. شكرا. اجواء العيد كدوز مع الشباب ديال الحي، واحد البهجه والسرور، وان شاء الله يا ربي كنهنئ الامه الاسلاميه جمعاء بحلول هذا عيد الفطر المبارك، ونسال الله عز وجل ان يهل علينا بالصحه والعافيه واليمن والبركه ان شاء الله، ونتمنى للامه الاسلاميه النصر والتمكين، ولا ننسى اخواننا كذلك في مشارق الارض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.